برحب بفضلتك مرة أخرى مولانا. أهلا وسهلا. أهلا بكم صاحب الفضيلة. وبعد ما حضرتك ما تفضلت بإيضاحه في الجزء اللي فات، الابتلاء وأسباب نزول الابتلاء ويعني تدريب النفس على يعني الثبات في وقت الابتلاء وفي وقت الشدة، ولكن وإحنا بقى يعني خلاص داخلين على رمضان، ففي حد قد يكون قد أصابه ابتلاء من فترة قريبة وعايز يدعي ربنا يرفع بقى الابتلاء ده عنه لأنه مش قادر يعني، فهل ده في إساءة في التعامل مع الله؟ لا طبعا ما فيش إساءة، لأنه في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا لم تدعوا لذهب الله بكم. ما هو الدعاء هو العبادة، صح؟ جات روايتين، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة أخرجه الأربعة، وهو أكثر صحة من العباد مخ الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة، هو يعني ده كلمة طب كبيرة. يقول لك مثلا الحج عرفة، يعني من غير عرفة ما فيش حج، من غير دعاء ما فيش عبادة. الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة، ده إذا لم تدعوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يدعونه. فإذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى إذا هنا في استكبار على العبادة اللي هي الدعاء. طيب المبتلى ماذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمه كلمة بسيطة لكنها عميقة، أن يقول اللهم اصرف عني السوء كيف شئت وأن شئت. اللهم اصرف عني السوء كيف شئت. وأن شئت. وإمتى زي ما أنت عايز، كما تريد يا ربي. كما الكيفية أو في التوقيت. في التوقيت وفي الكيفية وفي كلها، ففيها طلب لصرف البلاء، وفيها تسليم ورضا، صحيح، وفيها ثقة بالله وتوكل عليه. يبقى أنا الكلمة دي جمعت بين هذه الأمور: التسليم، الرضا، التوكل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهي أمور يحبها الله من العبد. فتجد ربنا يستجيب لما تطلع كده من قلب ضارع له ومستكين له ومتوكل عليه ومسلم لأمره وليس معترضا على مراده سبحانه وتعالى، أم ربنا يكرمه على طول بالاستجابة. بالاستجابة ولا بالأجر؟ لا، بالاستجابة. 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 ويهدئ باله ويجعل الدعاء طريقا لمزيد من الإيمان. طبعا، لأن هو لما رفع البلاء هيعرف أنه هو بيدعو رب كريم وأنه استجاب له لهذا. فأدي الطريقة. يبقى إذن لما سيدنا يعلمنا الدعاء ده، اللهم اصرف عني السوء بما شئت وكيف شئت وأن شئت. بما شئت يعني بأي وسيلة، بس اصرف عني السوء ده بيعلمهن. يبقى هو ربنا يمكن أنزل البلاء من أجل الاختبار برضو. بالظبط، الاحتمال الثالث. الثالث احنا اللي احنا بنقول عليه ده. يبقى الدعاء ما هو بيختبرني في ايه؟ هيأس ولا هسلم وارضى وادعي؟ وإذا خرج الدعاء من فم العبد المتعلق قلبه صعد إلى السماء، والقضاء ينزل. القضاء بالبلاء ده نازل اهو، فيلتقياني فيعتليجاني، يمسكوا في بعض، يتخانقوا البلاء والدعاء اللي طالع. فالدعاء يمسك في القضاء اللي نازل كده ويديله مقص انجليزي كده اهو بتاع حاجه زي كده، وبعدين فيعتليجاني فيغلب الدعاء. فالدعاء يغلب القضاء اللي نازل من اللي نازل.
ويجوا طالع مرة طبعا باذن الله. فلما يعني هذه الصوره اللي هي اللطيفه الحلوه دي فيها انه هذا الدعاء سيغير القوى. ده اللي احنا بندعي بيه في نص شعبان. مظبوط. يمحو الله ما يشاء ويثبت. ومكتوب عليه البلاء ده يمحيه ويثبت، وعنده أم الكتاب.